تحية ليكم من جديد، مرحبا بكم الناس الكل لما كنتوا تسمعوا فينا. وزارة الشؤون الثقافية، وزارة السياحة كانوا أعلنوا رسميا يعني إدراج مدينة والجزيرة جربة، أكيد جزيرة الأحلام جربة، رسميا ضمن تراث العالمي لليونسكو بعد يعني خدمة متاع برشا مجهودات المجتمع المدني، الجمعيات أكيد زادة صورة الأشراف وغيرها. رسميا اليوم تم إدراج المدينة ضمن تراث اليونسكو. ألف مبروك لتونس بهذا الإنجاز اللي تعبوا عليه برشا برشا برشا، من ضمنهم جمعية صيانة مدينة جربة اللي معانا مباشرة، وسعداء سعداء جدا أنه تكون معانا في المباشر سيدة خولة القاضي رئيسة الجمعية. أهلا وسهلا وألف مبروك. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، يبارك فيك. يوم حدث وطني، مبروك لتونس، مبروك الجربة، مبروك الجمعية صيانة جزيرة جربة، خاطر وهذه حاجة من الحاجات اللي تحطت على قائمة التراث أنها ليست بمدينة. دونك جزيرة جربة، والحمد لله بعد عمل متواصل لعقود يعني مش نرجعوا بالضبط صار التتويج بتاع العمل هذا كله. الحمد لله اليوم جاءت الثمرة وصار التتويج هذا العمل ورسميا إدراج الجزيرة ضمن تراث اليونسكو. خلينا نقولوا المسيرة معناتها أكيد فيها برشا صعوبات، كجمعية قديش قعدتوا معناتها، والمسيرة كانت لخص هناك؟ أي مسيرة طويلة برشا، مسيرة طويلة برشا وفيها تعقيدات، أما الحمد لله احنا اليوم اللي باش نفرحوا فيه. أما مثال شوية حد يذكر باللي هو جمعية صيانة ديجا تعاملت عام 76، والمحافظة على التراث كان من واحد، والتطوير وبينسير لديفلوبمون نتاعو كان واحد من الأهداف نتاعها. عام 94 صارت مبادرة ما كللتش بالنجاح، لكن المثابرة أعطت أكلها في 2012 وتم الإدراج على اللائحة الانديكاتيف للإنديكاتيف. خدمة أجيال نجم نقوله بالضبط 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 بالضبط. ومن 2017 تم تركيز ان كوميتي سانتيفيك وتكنيك اللي يخدم المجموعة هذه، اللي هي نذكر ونقول اللي هي كفاءات تونسية تونسية 100%، والحمد لله بالإمكانيات متاعنا اللي نعرفوها الناس الكل نجمنا اليوم بتضافر الجهود بيانسور متاع الإدارة بالوزارة الشؤون الثقافية بالمصالح الجهوية والمحلية، من أن اليوم نحتفظ بالإنجاز هذايا. أما بلاش ما ننساو اللي الخدمة تبدأ توا زادا أكيد، وتوا باش نبدأ خلينا نقولوا الخدمة تبدأ توا، والثمار أيضا بعد تعب هذا الكل أكيد باش تكون عندها تبعات إيجابية لإدراج الجزيرة ضمن تراث اليونسكو. بالضبط، هو ديجا في الإدراج هذايا اعتراف عالمي بالقيمة التراثية الفريدة للجزيرة هذايا، وكيف واحد يقول فما اعتراف عالمي يعني فما إمكانية أنه شكون كان ما يسمعش بالجزيرة هذايا ما يعرفش الجزيرة هذايا والخفايا متاعها والفرادة متاعها، ربما يولي يسعى أنه يشوفها ويشوف فيش هي مختلفة على بقية المناطق في العالم، شنو هو هالإرث اللي خلوه لنا الأسلاف متاعنا اللي يخلي طريقة التصرف في المجال ولا في المجال الجزيري هذية كيفاش، هي الفرادة متاعها، ومن هذاك ربما فما إشعاع من نوع واحد آخر. نعرفوا اللي جزيرة جربة عندها إشعاع كبير برشا على الصعيد السياحي، ولكن ربما نفتحوا باب جديد اللي هو السياحة الثقافية هذا اللي نطمحوا له. وأكثر من هذاك ربما الاعتراف العالمي هذايا يخلي المواطنين متاعنا
يحسوا بالقيمة هذه، وهذه أنا متصور ينجم يكون أكبر مكسب ممكن. إنجاز وأكبر اكزاكتومون. أنا كان إحنا نعطيه قيمة اللي ما طرفين بها توا في العالم، نعطيه قيمة للإرث هذايا، المستقبل نتاعنا ينجم يكون كان خير. أكيد إن شاء الله دونك نتمنى، وأكيد المستقبل ديما خير. يعطيك الصحة، شكرا لك، شكرا لك، شكرا شكرا شكرا، لك خولة بارك الله فيك. القاضي رئيس الجمعية صيانة مدينة الجربة على كل هذه التفاصيل. احنا مازلنا أكيد